الجدع دول مجانين، خصوصا الجدع اللي كان عمال بيحزق جنبي ده. يلا مش دي شنطة سعادتك؟ مع السلامة يا عم الساوري في جنة الخلد إن شاء الله مع الفكهة. يا حبيبتي يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا فؤاد، والنبي على الصعيد واللي عايز يجي يجي، ولا ايه اللي جابني هنا؟ تحيا يا مصر. مع السلامة. مع السلامة يا زميلي. يلا يا ريس. يا نهار اسود. جنة الخلد ان شاء الله. انت عرفت منين؟ انت عرفت منين؟ عرفت ايه؟ عرفت انهم خونة فقتلتهم. هم خونة؟ اه مدام انا عارف كل حاجة. انا الخبر لسه وصلني حالا. لا انا عندي فكرة، انا عندي فكرة من زمان عرفت انا. معقول لحقت تعرف لوحدك؟ من ايه؟ من غير ما حد يقول لك؟ لا ما انا اصلا قور يعني كده. يبدو انك ضليع قوي. اه وفتك. وهنئك على ذكائك الراسخ. الرأي ليه؟ وهنئك على ذكائك الراسخ. اه وانا بهنيك على راسك النصح. انا مش عارف يعني انت ايه اللي عاجبك في القعدة مع الناس زي دي؟ مش فاهمة. انت المفروض تقعدي في قلب البيت كده مستتة معززة مكرمة، ها؟ ولابسة الفستان الازرق الشيفون ده. تشم يا قليل الحياة. والنبي قمر، قمر على حتة كمان وانت متعصبة كده. مع السلامة يا رفيق. رفيق؟ بقى بعد الليلة دي كلها وعمال الغيك وقلت خلاص انا وصلت معاكي وكده في الاخر ابقى رفيق؟ تحب في رفيق؟ ماشي يا ست، بس انت المفروض كنت تجرب الاول اللمبة قبل الرفيق ده. على ترى لو شفت رفيق ده لظبطه. بديعة قوي. خدوا عليها. ايه 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 برافو برافو. فكرة هايلة يا علي اننا نتقابل في الاوتوموبيل بتاعي واغني شفاغ العيلة مننا وعلينا. خدام سموك يا ست الكل. تتملي اسراني بافضالك يا انجي. ما تتصوريش انا بنتظر اللقاء ده بفارغ الصبر. العربيه البيضاء دي. لا مستحيل، مش متصوره. علي عم اغني ارجوك انزلوا انزلوا هاتوه. لا نجيبه فين؟ واحنا نعرفه منين؟ علي انا ما كنتش اعرف عنك الخسه. خسه؟ انا خسيس يا انجي؟ انت اللي اضطريتني اني ابوح بعباره مؤلمه زي دي. لكن انت جرحتيني يا انجي، ارجوكي تراجعي عن اللي انت قلتيه. من فضلك ما تلحش عليا اكتر من كده، هاتوه. ادم بنادي علينا يا علي فندي، كل ما تركب معانا العربيه اخبط لي واحد. انت بتعايرني عشان انا ابن الجنايني؟ انزلهم انزلهم انزلهم. ايه يا جدعان؟ ساعة عشان تنجوني. ألف سلام عليك. أنا خابط ديب ولا بني آدم؟ طبقت الكابوس. هو متشنج ليه كده على فندم؟ واضح إن إصابته بليغة جدا. عملت له أنا فين؟ أنت في الأوتوموبيل بتاعي. أوتوموبيل؟ إيه أوتوموبيل دي؟ صدمتك عن دوناس. ولا يهمك، لقيت ريائي من سنك. اصدميني كل يوم، بس أفرشح عينيا ألاقي الوجه الصبوح المقرمش ده. إيه ده؟ انت بتتودد لي بجرأة كده ليه؟ ايوه ممكن ابوسك كمان. كلامك فيه تلميحات. انت اسمك ايه؟
اللمبي. يا لمبي افندي. ايوه. كلامك يوحي بمعاني تحمل كل ود وطمأنينة للقلب. ايوه. تحمل كل ود وطمأنينة للبل. ارجوك يا سيد. يا عم انا مش سيد، انا اللمبي. اعرفك يا علي، اللمبي افندي. ايوه. احنا كل ودن وترنبيقه في قلب الترنبيل. عرفت خلاص. المهم يتهز في حديثه شويه. يا عم تهز بايه وانت بتكلم مكرق؟ وبعدين هتهزم بحزم لك وشك ده. اوه علي، تصرفاتك بقت مضايقاني خالص. ده شيء يتطهق وثقيل كمان. بقول لك يا لمبا فندي، يا ريت تيجي جنبي هنا وتسيبهم يا اخي يندمجوا ويتعمقوا. خليك لماح. و الفانوس يبقى مين بقى؟ أورني. أورني؟ بتحسن دخلك يعني بأورني ده ولا إيه؟ لا 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 خالص، أنت فاهم غلط. أنا آخر حاجة أفكر فيها الفلوس، أهم شيء إسعاد الناس. أيوة، وتوفير راس في راس. وبختيني عشانه، وأنا اللي كنت فاكر إني لقيت فيك الحضن الدافئ، لقيت فيك القلب الصافي، لقيت فيك. إيه يا عم في إيه؟ اللي لقيت فيك لقيت فيك. انت فاتح ظرف دولاب بتدور على فلينات. انا لما حبيتك حبيت فيك علي الانسان. هي بتعمل كده ليه؟ وبعدين انت اسمك علي الانسان؟ انا اول مره اسمع عن علي الانسان ده. انا اعرف ان في علي الحجار، علي حميده، علي ابو علفه، انما علي الانسان دي انا ما شفتهاش في اي كتالوج حيوانات. هي عيانه ولا ايه؟ انت شربت خالص. صحيح، زمن مشقلب، زمن عايب. ايه صندوق الدنيا اللي انا وقعت فيه ده؟ على فكره انتوا دمكم تقيل قوي. اكم من مره اقول لك طرفه مبهجه ولا تضحكيش؟ ما هي بقى مسألة قبول بقى من عند ربنا. شوف انت وشك راجع ضرب في الحيط ازاي، وشك راجع ورا ما هيضحك ازاي. برضو لذيذة. اطلع يا قرن على اي بيت، اي بيت مشبوه اطلع. كداب. سامحيني يا انجي، مش هقدر ادخل معاكي، انت عارفه البرنس علاء. افضل اني ما واجهوش وهو في حمه الغضب. هو مين البرنس علاء ده؟ بتاع الكبده ولا بتاع ايه؟ السمين ولا مين؟ ده شقيقي. شقيقي يعني ايه شقيقي؟ يعني اخويا. ايوه ايوه. وايه بقى اللي جابه هنا؟ يعني في قلب القصر بتاع علي بيه؟ يا لمبي افندي، للاسف ده مش القصر بتاعي. ده قصر بابا الباشا. قصر بابا الباشا؟ طب وقال لي دخل علاء في ابوكي؟ لانه اخويا يا لمبي افندي. ايوه اخوكي. طب ما اخوك ممكن يكون طعمان في اي حاجه موجوده في قلب القصر جوه ويسرقها. طمعان فيها ازاي يا لمبي افندي؟ ده اخوها. يا اخي انت مالك انت يا اخي؟ يعني انت قاعد كده يعني لا العربيه بتاعتك ولا البيت ده بتاعك، وقاعد عواله كده عويل في قلب المكان، انت بسألك انت ليه؟ الله، ابوه بيشتغل ايه ده؟ انا ابويا الجناين بتاعنا. الجناين بتاعنا؟ يا سلام، الجناين بتاعنا، على اساس ان انت وزير الداخليه والري. خدام. خدام ايوه. ارجوكوا، وانا مش عايزاكوا تشعروا بالزعر، البرنس علاء زمانه ناس. تقدروا تتفضلوا معي. وهو كذلك. يا عويل، يا اللي ملكش مثيل، يا رزيل. بتكلمني انا مش انت. لا انت زودتها خالص يا لمبي افندي. يا راجل اكذب، انا زودتها بلا بتاع، وانا بعمل لك قهوه تقول لي زودتها خالص. انت اوشكت ان انت تسحق قلبي بكلامك الجارح ده. يا عم اسحق ايه وانا اعمل ايه وانا همسح اوضه؟ يلا اجري يلا اجري بقى. صحيح يا لمبي افندي، والدك بيشتغل ايه؟ لا انا والدي حاجه ثانيه خالص. أنا والدي تاجر نباتات نادرة. نباتات؟ رائع، أنا أعشق الزهور. أي نوع من النباتات؟
بامبام من اكبر تجار البانجو في العالم.